السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا ميغان كاسكيت، مش وريكم هيك تو كيف نحي الموتور من الأول الأخ من أبش كاسكيت. هذه المحرك تاعهم تاع الميغان 1.5 دي سي، إن شاء الله تستفادوا من الفيديو هذا الأولاد اللي هم يحبوا يعرفوا كيف تفك المحرك من الأول الأخر. هذي خير، هيا شد جهة واحدة عاد هذا ما هو ندور، اي ما بيك وقت لي نجي ندور. تخلي الريتير نتاع الغاز نتاع الكيماتيزر راكب غادي باش تحفظ على الغاز باش ما تخسرش الراجل في 70,000 غاز. هذه الماء فيها اربع ديريتات ولا ثلاثة؟ ثلاثة، زوز كبار واحد صغير، زوز كبار وزوز صغار أربعة. هذا ما يريد تر نتاع الماء والمروحه مع بعض ما. نحي الفيسو نتاعو نتاع الموتور. ذاك الفيشه نتاع الكابتير نتاع الربركان، الفيشه نتاع الكابتير نتاع الفلتر المازوت. باش نحل الفلتر المازوت زاده كامله نحل الديريتات خليها هي. هذا مادام مرخوف نحيه من قدامه، يعني نحيه خليه مادام مرخوف نحيه نحي خليه يوسع عليه مادام مرخوف لون هكا توا تخدم في الوسع. ما انا نصور في الوسع شنو تعمل غادي اللي نتاع تاع كابتر الهواء. طب شنو حديري تاع التربو كانوا
تموت جل. فهمت. هذا شفتوا هنا المشكلة متاع ديري التربو هذا نحي كلية تنخنوري. شفتوا هنا هذه ديت متاع التربو. إذا كان تبدأ فيه تكسيرة من هنا نتالي المنصة شفتوا تكسيرة من المنصة وفيه كوتش ويجي هنا هو. وفيه تكسيرة هذا إذا كان يتنفس ولي كلام معش تيري التربو معش يخدم. ولهذا يتم رد باله منه الإنسان وقت يصير له ديفو متاع تيراج ولا حاجة يطلع على اللي ثلاثة يشوف. طبعا هاي السلاسيون كلها الفيسيو كلها يخرج مع بعضه. الديت نتاع الماء اللي جاي من الشفاش. هذاك كابل الماس. كابل الماس ما بين الكاروسة والموتور والبطري. حطها على جنب باش ما توا تفك في الديماراج. علاش تفك فيه غادي في البلاص؟ في زاز خيوط تاع الديماراج ما ينجمش نوصل له. يعطلوك ما نجمش تحل له ماس خاطر الكاتاليزير مسكر عليك لازم نحل الديماراج طانو روك باش نجبدوه كامل. باش يقعد نفسوه في الديماراج. اي هو اسهل بزوز بولونات تحل بزوز وتجبد اسهل. تجبد الديماراج من غادي وحده. هذا الديماراج. هذا الديماراج. يخرج مع الستراسيون. من الخيوط. لقيتهم هذوما الزوز ما نجمش تحلهم. ما نجمش تحلهم هما راكب. هو راكب. تبدا مع الفيسوخ خير. الفيسوخ اسمع. اسمع. ومن بعد نحي الديماراج باش نحي الكوب نتاع الفيتيس. مع كوب الفيتيس نقص على هذه هكا شويه الكراف هذه هي عندها كراف فوق التات نتاع البيز هذيك لازم نحوه ونخرجوا عليها. كان ما يخرجهاش هذيك يكسر الكابل الكل. كسر الكابل الكل. وعنده لهنا هو فما سنه هنا مكسره مكسره ريت السنه باش تشد. ايوه مكسره هذيك من بعد ربطوها بطرف مكسرينها. خاطر علاش ما تلقاهم نحوها مره وما شفت السنه هذه تتكسر هذيك هي اللي تشد هي تشد الكابل باش ما يتخرجش من الدست. وعن هاي الاخرى الحرف الاخرى ندزوها بطرف الاخرى قاعده لابس عليها ندزوها بطرف فيس تخش. هاو الحرف هذا هكايا الكوابل سهلين ما فيهم حتى شيء يقعدوا غادي في البلاش. كيف تو الموتور كل الاكسسوار نتاعو نحي فكيناه مش نحي الكومبرسير زيد باش تحفظ على الغاز نتاع الغاز نتاع الروك كيفاش نحوه نحو الكروه ونحو الكومبرسير واحد. باهي ان شاء الله. كاين الاكسسوار نتاع الموتور باش نفكوا العجل ونفكوا الكاردونات باش نجموا نبدوا الموتور نتاعنا. هاي باهي. ماذا بكم الانسان يحل الكاردون ولا والكهرباء مازالت لوطه؟ بعد ما يخف كاردونات وقتها بعد ينجم يكالي كهرباء ويحل الباقي. توا بعد ما فكينا العجل توا باش نفكوا
الروتيل اللوطه اللي هي نتاع نتاع تريونجل فيها زوج بولون 17 فتح 17 باش نجمو نخرجو كاردون. هو الدوريجين تاعها مفتاح بولون 16 مش 17 لكن هذوما عاملين مضادلين يمكن عاملين كرو في كرو خاطر بولون فوري. بولون فوري. عاملين لها كرو عادية. كرو عادية تاع 19 وكالة. وكالة. يعني مش يعني انت ممكن التيت تلقاها تلقاها التيت فسد. ضربوا عليه عاملين. ضربوا عليه عاودوا له فيتاج من جديد. حتى الكبسير راه ما يكبسش. هاتك البارع عملي. هاي حط البارع. هذه هي نمشي نحي البلاكه هذه باش نجي من ناحيه التوندور والكروان تاع الناتر مثل ما قلت باش يحافظ على الغاز ما يضيعش. هذيك البلاكه تغطي على الكروه وتوند هذه تعاون البرسوم من قديم تغطي وهي مغطيه على الكروه تاعها مغطيه على الكروه ومغطيه على كل شيء برشا ما تحل التوندير والكروه الا ما تحل هذيك. ناخذ مفتاح 16 دقيقه شويه هذاك باش تنزل على التوندور باش نجم نحي كروا هذاك المفتاح تاع 16 شفتوه يحطو غادي وينتكي التوندور باش نجم يفك الكروا. بعد ما حلينا التوندور هذا الكومبرسور اللي هو نتاع كومبرسور نتاع كما قلت ولي الغاز نتاعو فارغ نتاع نتاع كيما الزيرو ما فيش غاز ينجم يفك كان الديريتا اسمه التيبات هذوك الزوز من تالي ويهبط الكومبرسير مع الموتور. يهز هو التيبات نتاعو والريديتور نتاعو
نحطهم على جنب الزوز. نحطهم على جنب ونخليهم تحفظ عليهم. الكاكا فنستحضرنا على الغاز متاع المكيف. تو هيك الموتور ولا اوسع شوي وفارغ. عندنا هذه ترومبة المبرياج البومب. تو من بعد نحيلها الديز متاع المبرياج. تو باش نفرغ زيت البوات. ماشي باش كي نفك الكاردونات الزيت ما يتوزعش. البوات هي ملوطة فيها بونون يعني مربع، ومن فوق فيها هذه تحل بليد بوشون يعني فيها مش صعيبة. وزيت البوات هذه من الضروري كل عامين لازم يتغير، خاطر هذا ما الناس تنساه. كل عامين لازم يتغير مرة، ما يمشيش بالكيلومتراج هذه. والزيت اللي باش يصب 75 80 هو أحسن حاجة بالنسبة للزيوت الموجودة نتاع زيت البوات بالنسبة للكرهبة الفرنساوية. هناك فرغ لها الزيت. الزيت ريحة أخويا برشا يمكن عمره ما تبدل. ومن بعد ما فرغنا زيت البوات باش نحلو السيبور نتاع البوات اللي هو هذاك. تضيع لك في الزيت هي. هاكا عندك. فيشة مكسرة. المانو مكسر مش فيش. هكا انا حي السيبور اللي الثاني. نرجعوا البوشون الواحدة. تو الزيت اللي فيها زيت 90 هذا ريحته قوية برشا. مش باهي. حتى في الجري عطلها في الجري. خليها تجري هكذا. السيبور كاردون من تالي هذا فيه دي بونون. السيبور كاردون يمين واحد ملوط واحد من فوق. التريز تحلو بمساحة تريز تاع 13. نشدوا شويه طلقه ولا حاجه نربع كاردون بشوي بشوي لين يخرج. ما بلاش بلاش هو كاردون هذاك كاردون يمين الطويل خرج. هذاك السيبور اللي وراكم حل من هبونا نتاع كاردون. السيبور هذا نربو اليسار كيف كيف. اليسار كيف كيف. بعد ما فكينا كاردونات الزوز مازال فيه دي سيبور موتور. دي سيبور موتور سيبور بوات والتيب نتاع طرمبة المبرياج الجعبه هذيك فيها سكريبس. نزع سكريبس نحو وماذا بيك وقت نهاها تسدها شوي باش يقعد فيها الزيت باش ما تخلقكش في البيوش. او تنزل فوق هكاك باش تبدا اعلى من الدبوس اعلى من البوتي. تعملها بوشون نتاع بيرجير مثلا. باش تكون تحفظ على الزيت اللي فيها ما تدخلش هواء. نجيبوا حاجه كيما هيك. هذه من مخلفات عمكم مختار من الجراج. وقت كان في الجراج كنت عامل سلسله ستاندار نجم نهبط بها الموتورات كلها. تعمل واحد قوس غادي وتعمل الاخر في البارتي الاخرى يعني من غير لا تقعد حبل لا شيء. وعندك هنا بولون تطول وتقصر كما تحب في السلسله في الشان يعني سهل العمليه. حلقه من يعني مخطاف من هنا ومخطاف من هنا. وديما تخدم الصندار اللي كرهها بكل من الموتورات الكل. هاي قدم البلانكو سيبور البواتن اللي هو يمين اللي يخدم ويسار السيارة.
نفكوه بالكامل من البات ومن ومن الكاروسه، مش وسع علينا. والاخر كيف كيف. وهذا كيف كيف زاد. هذا نفكوه زاد من جهتين، نجمو نخرجو الموتور وحنا مرتاحين. طبعا فكينا السيبرات الزوز، عملنا السلسله. نجبدوا المحرك نتاعنا. هاي هز المحرك نتاعك دوروه دوروه بسهوله تامه يخرج ما عادش يعطلك في حتى شيء يعني كل يعني يخرج بسهوله تامه هكا نكونوا وريناكم كيفاش نفكوا المحرك من مكان هذا تو المحرك فكيناه من هذه السيبور اللي وريناكم تاع كاردون وقت اللي ما بانش بكذا هذا المحرك تو نتاع الميغان 1.5 دي سي ان شاء الله استفادوا من الفيديو هذا الاولاد اللي هم يحبوا يعرفوا كيف تفك المحرك من الاول للاخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله